معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من لندن سيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية، مرحبا بك. التظاهرات إذن مستمرة في جنوبي العراق وفي بغداد في بعض المناطق، كيف تقرأ إصرار المتظاهرين على المضي بهذه التظاهرات على الرغم من العنف المستخدم ضدهم؟ أخي فاضل، المظاهرات هذه ستستمر، ولكن للأسف الشديد أنه ستنتهي كما انتهت غيرها من قبل، أو هناك من يخطط لأمر أكبر من ذلك. سأتحدث على الشطر الأول ثم أجي في الشطر. لما هذا الشعور سيد قصي؟ نعم، لما هذا الشعور يعني بفشلها أو إخفاقها؟ أولا صعوبة تحقيق ما يريد الشعب، لأنه خلال 15 عام البطالة تجاوزت 5 إلى 6 مليون عاطل عن عمل، 10,000 و5,000 لا تفي الغرض، هذا واحد. اثنين، الخدمات، تدهور الخدمات على مدى 15 عام، هذا لأنه لا توجد خطة لا خمسية ولا عشرية ولا خطة مستقبلية. هذه الحكومة فشلت في إدارة البلاد وقادتها إلى الانحدار، إلى حالة لا يمكن أن تحل المشاكل هذه في أشهر معدودة أو في قرارات من هنا أو هناك. إذا القضية في الخلل في الحكومة وفي النظام السياسي القائم الذي لا يعير أهمية للشعب وأمواله مهدورة، وهذا الأمر يعني الشعب يدركه تماما، لأنه التظاهرات اللي حصلت في الرمادي وفي الحويجة 2013 وقمعت بالقوة أيضا كانت تنادي نفس المطالب، كان نفس المطالب اللي الآن ينادي بها الشعب، نفس المطالب نادوا بها في 2016 ودخلوا إلى البرلمان ودخلوا إلى أصوات حكومة، وكان النداءات في ذلك الوقت هي يعني قامت حكومة إنقاذ وطني لإنقاذ العراق من التكنوقراط وغيرهم. بعيدا عن المحافظة، اليوم تجمعت كل هذه المشاكل، الشعب يدرك أن الحكومة غير قادرة على إدارة البلاد، والأمم المتحدة للأسف الشديد تقف مع الحكومة بانتظار تشكيلة جديدة قد تخدم المواطن. هذا الأمر لن يكون أبدا ما لم يكن هناك تغيير شامل للعملية السياسية، والمجيء بأناس وطنيين جذورهم تبدا بالأرض العراقية يخشى الله ويخشى ضميره. أما ربما يحصل ذلك، عفوا سيد قصي، لا يمكن أن نخدم له شيء، ربما يحصل ذلك التغيير عن طريق الشعب والضغط المستمر. الآن حكومة العبادي تطلب من المتظاهرين الهدوء وتقول إنها تمد يدها إليهم، يعني ماذا تملك الحكومة لتقدمه المتظاهرين وعموم البلاد، وما مدى صدقيتها في لدى المتظاهرين؟ تعود الشعب العراقي منذ أن اعتلى العبادي الحكم واستلم الحكم وإلى اليوم هو ينادي بمحاربة الفساد، ينادي بالإصلاح، ينادي ولم يحقق أي شيء، أي شيء ما يحقق، وبالتالي الأمور ساءت إلى درجة لا يمكن حلها الآن إلا بتغيير جذري كامل للعملية السياسية وهؤلاء الشخص، وهذا واحد. اثنين، المشكلة أنه أي ثورة وأي تظاهرة لابد أن تكون هناك إعداد لها، لن تكون عفوية بسبب عدم وجود القيادات الميدانية والقيادات اللي بالخارج، هذا عتبي على القوى الوطنية الموجودة في الخارج، لحد الآن لم تشكل مجلس معارضة وطني، لم تشكل مجلس مقاومة وطني، لم تعقد مؤتمرات وتدعو إلى الأمم المتحدة والعالم في عرض حقيقة ما يجري في العراق. المشكلة أيضا ليست في الداخل وإنما في الوطنيين اللي هم الكتلة الأكبر خارج العراق، لم يوحدوا كلمتهم لحد الآن، وننتظر منهم أن يتحركوا. وجاءتنا نداءات كثيرة من أهالي البصرة والعمارة والنربلة وبغداد والأنبار أنه يجب أن تتحركون، لكن مشكلة الخارج أيضا لم يتحرك أحد لحد الآن. لابد أن تكون هناك قيادة واعية وقيادة مدركة لعملية لتجري في العراق الآن، لأنه حتى لو نجحت هذه التظاهرات فسيأتي ناس لا يدركون ماذا يفعلون. هاي واحدة المشاكل. أي الأمر الآخر المهم الذي لم يتطرق له البعض أخي فاضل، هناك من يراهن على إبقاء الأوضاع مشتتة يعني مصلحة خاصة وهي إيران. دور إيران في هذا العمل الآن لا تلاحظ هذا الفوضى اللي يريدوها تستمر دون إيجاد حل، لا لإستقالة الحكومة وتشكيل حكومة ولا الشعب راح يقدر يسيطر بالقوة، لأنه الموضوع الآن الفوضى في العراق تقدم إيران في تشكيل الحكومة التي تريد لتجنب هذا النزاع، هذا من واحد. اثنين، الفوضى في العراق ومحاولة بعض الحرس الثوري ضرب الآبار النفطية أو تأثير على إنتاج العراق، لأنه بعد 4-3 أشهر
القرار اللي صدر من ترامب واتصل مع الملك سلمان بإيقاف نفط إيران. نعم. إيران تحاول أيضا أن تشير فوضى في العراق لكي يتوقف نفط العراق، وبالتالي تكون هي في منأى من العقوبات المستقبلية خلال 3 أشهر. إذا العملية اليوم مزدوجة والمواطن حقوقه، وهناك من دخل على الخط يحاول أن يستغل هذه التظاهرات لأغراض استراتيجية بالنسبة لإيران، وجودها وحياتها توقف على الفوضى في العراق. إذا لابد من وجود قيادة. لحد الآن لم نجد من يخرج ويتكلم ومتحدث باسم هؤلاء. طيب. للأسف الشديد الآن هناك حراك وقوتنا الوطنية في الخارج. نعم، الآن هناك حراك من بعض يعني شيوخ العشائر قد دخل على خط التظاهرات، وهناك إمهال الحكومة من بعض شيوخ العشائر. هل يمكن أن يسد هذا الفراغ بخصوص القيادة بدخول شيوخ العشائر في ذلك ذلك الحراك؟ نعم. لا أبدا، لأنه حتى رجال الدين إذا تلاحظ اليوم ركبوا الموجة وصبحوا أن لابد أن يعطى حقوق المواطن. أين كان هؤلاء خلال 15 عام؟ أين كان شيوخ العشائر؟ أين كان رجال الدين الآن الذي يقولون يدعون أنهم وقفوا مع الشعب؟ لأنه يعرفون أن الشعب هذه الثورة العفوية ممكن أن تكون ثورة عنيفة وتنقلب كل الأمور، وبالتالي قد ينقلبون على حتى رجال الدين الذين أساسا هم سبب كما يحصل في العراق وحصل الآن. لذلك العملية كلها تحتاج إلى قيادة واعية تقود هذه الجماهير إلى الخط الصحيح. وأتمنى ومن خلالكم أن يستمعون كل القوى الوطنية في الخارج والداخل، يجب أن تكون لدينا قيادة واعية ومجلس وطني للمعارضة ومجلس وطني للمقاومة لكي يدعم هذا الجمهور ويكون صوتنا واصل إلى العالم. شكرا جزيلا لك من لندن السيد قصي المعتصم الباحث في الشؤون العسكرية والسياسية.